الخير. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم. المملكة العربية السعودية حيث أرست شركة أرامكو أول عقد رئيسي لبناء مجمع للصناعات والخدمات البحرية. الشركة بتتولى أعمال الحفر وإصلاح الأراضي إلى جانب توفير الهياكل البحرية للمشروع. هالعقد بيساهم باعتماد الاقتصاد السعودي على المنتجات غير النفطية واللي بتبلغ تكلفته 5.2 مليار دولار. وننتقل إلى تركيا، حيث أشارت بيانات هيئة الأحصاء ووزارة الاقتصاد إلى ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية بنسبة 11% بالأشهر الخمس الأولى من العام الحالي لتوصل 4.7 مليار دولار. ووفقا للبيانات، شكلت الاستثمارات القادمة من دول أوروبا الغربية الحصة الأكبر بنسبة 70% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية. هالاستثمارات توزعت على عدة قطاعات، أهم القطاع المصرفي والطاقة. وننهي من مصر، حيث توقع وزير المالية المصري نمو الاقتصاد بنسبة حوالي 4.6% بالسنة المالية 2017 و2018. ووفقا لبيان الرئاسة المصرية، بلغ معدل النمو الاقتصادي 4.1% بالسنة المالية 2016-2017. تسعى الحكومة المصرية إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ويلي بيتضمن فرض ضريبة القيمة المضافة وخفض واردات السلع غير الأساسية. هذه كانت أخبارنا لليوم، أنا بشوفكم بكرة.